وكنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالواني أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزماني واعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكاني واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان واجعل نعوت جمالها الحادي وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان لا يلهينك منزل اللعب.